السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نضيف انيميشن للحركة هنا وعايز اتحكم فيها اكتر، هروح هنا للويندوز واقول له انا عايز انيميشن اديتور. هبدأ اخد لقطات، مثلا لقطة هنا، وبعد كده مثلا هبدأ اعمل زوم مثلا على جزء معين وهقول له، مجرد ان ادوس في الفراغ هنا هيبدأ يعمل لي مسار. ممكن لو انا عايز نفس اللقطة ديت اخد نقطة كمان من غير ما احرك الكاميرا. انا مثلا جيت هنا في الفرونت، خدت لقطة عايز تفضل تقف لثواني، اخد لقطة كمان وبعد كده هقول له مثلا انا عايز حاجة بالشكل دوت من الناحية دي، واروح واخد لقطة كمان. طيب هنا تعالى نشوف كده شكل الحركة عامل ازاي من 4D ريفيو. هقول له موف تو ستارت، اقول له بلاي، الكاميرا ماشية في خط مستقيم تمام. طب لو عايزة تمشي بطريقة مختلفة عن كده، سهل ان انا اتحكم فيها، ان انا هاجي هنا ادوس رايت كليك واقول له التايب بتاعي انا عايزها مثلا كيرف تمام، فيبدا يعملها لي على شكل كيرف. طب انا عايز اخدها بشكل تاني وهو مثلا عايز اديها تلف حول المبنى 360، اوكي تمام، وابدا اشوفها اقول له موف باك بلاي، هيبدأ يعمل لي روتيشن زي ما انت شايف حوالين المبنى. اقدر اجي هنا اقول له انا عايز 360، ممكن اخليها 180، ممكن اقول له انا عايز اشوفها بريفيو يوريني هيلف ازاي حول المبنى، ممكن اقول له غلفها لي عكس عقارب الساعة، ممكن اقول له لفها لي مثلا 180 درجة بس. اوكي تمام، فهو بيديني مقدرة على التحكم في الشكل بتاعي، شكل الكاميرا هتبقى ماشية ازاي.